تاني حد يعادل؟ ايوه. لا ابدا انا ماشي، همشي مع سيادتك اذا سمحت. أنا جيت بس عادل، أنا ما كنتش جاي لكن ما قدرتش، جيت عشان أفضل جنبك لحد ما أطمن عليك. بقى الحكاية مجرد عطف. عادل بلاش نتكلم في حكايات، الحكايات كتير. يلا نمشي. عندي ايه يا دكتور؟ مفيش حاجة. ازاي ده انا بكح كحة جامدة قوي؟ شوية برد وضعف عام. بس كده؟ ما تستهترش يا ابني، جايز البرد وسوء التغذية بدون علاج كان يوصلوك لمرض صدري خطير. الحمد لله اننا لحقناه. بس انصحك تغير هوا وتاكل كويس. متشكر يا دكتور. طمني، الدكتور قال ايه؟ ما عنديش حاجة. صحيح يا عادل؟ ايوه. بس نصحنا اغير هوا واكل كويس. قلبه طيب الدكتور، عاوزني مثلا اسكن على النيل واكل اوزي كل يوم.